مثل ما تفضلت حضرتك نيكول، أنا موجود بمنطقة العقورة اللألوق على ارتفاع 2000 متر تقريباً، بمنطقة اسمها سيدة القرن. هذه المنطقة يلي إلى 48 ساعة تقريباً عم تشهد تساقط ثلجي كثيف، مثل كمان مثل ما عم نشوف قدامكم، مثل ما عم تشوفوا المشاهدين قدامكم بالكاميرا، الثلج اللي ما وقف من يومين. بالفعل أنا كنت موجود بهذه المنطقة، سماكة الثلج خلال يومين تخطت ببعض المحلات المتر والمتر ونص. الحمد لله من بعد انقطاع الأمطار والثلوج رجع الله والطبيعة عوض علينا شوي ببعض الأمطار والثلوج. حتى الأمطار كنت عم بتطلع على الريبورت اليوم، الأمطار قربت من معدلات العامة التصاعدية لمثل هالفترة من العام. حرارة حاليا 2 مدون الصفر، ماشي حالي أنا دسيان شوي. من المتوقع أن الطقس يكفي غير مستقر بالساعات المقبلة وأيضا بكرة الأربعاء. بكرة حدة الأمطار بالمقارنة مع اليوم خاصة قبل الظهر بتخف شوي الأمطار بكرة، إنما البرودة بتزيد بما أنه الجبهة الأبرد بهذا المنخفض قبل ما ينسحب شرقا. الجبهة الأبرد رح تبلش بتأثر على لبنان بدءا من الليلة وبكرة الأربعاء. بكرة الطقس بيكون بارد جدا، حتى على السواحل يكون في عنا تساقط أمطار تشتد أحيانا، وبسبب تدني درجات الحرارة من المتوقع أن الثلوج تتساقط بكرة على 800 إلى 900 متر خاصة بالمناطق الوسطى أكيد بالبقاع وبالمناطق الشمالية. إنما سرعان ما هالمنخفض رح يبلش ينحسر ويتوجه نحو الشرق ابتداء من بكرة ساعات المساء، تيحل محله رياح جافة شمالية باردة جدا. هذا الشيء رح يؤدي إلى تساقط إلى تكون الجليد على المرتفعات. LBCI بترافقك وين مكان، كل برامجها بين إيديك من خلال موقعها الإلكتروني والأبليكيشن الخاصة فيها على هاتفك وعلى جهاز الأبل تي في.